نقول انه الظهير لا يلغى الا بظهير، اي كان هناك ظهير تم الغاء به الظهير ديال 59، فما علي الا الدوله تخرجوا لنا الاعلام ديالها المباشر، او ان اكثر من ذلك طالبنا الدوله اذا كانت فعلا تدعي على انه تم الغاء الظهير فما الذي يبقيها على هذا الصمت؟ احنا قلنا وتحدينا باكثر من مره الدوله ببلاغ رسمي تؤكد فيها انه فعلا المنطقه تم الغاء ظهير به الذي بموجبه يتم حصار المنطقه ويمنع المستثمرين من الوجود الى المنطقه من اجل استثمار مجموعه ديال المعامل الشركه وكذا فقط وفقط. يعني كطوري انا اعرف جيدا ان الله سبحانه وتعالى اذا كان يريد الغاء اي والظهير الذي يترجح اليمين. طيب عموم المغرب هناك تهابي دعوات وفي هذه التظاهرات على ملف حقوقي واضح للجميع. لماذا؟ لأننا أولا لماذا يتم ظهور إعلام جمهورية الريف؟ ولو أنه أعطت الفرصة للريفيين يفرحوا بالتاريخ ديالهم وعرض هذه الدنيا ولا يعني بخصوص هذا العالم له دلالة تاريخية وله رمزية. لا يمكن بأي كان على وجه البسيطة أن عالم جمهورية الريف الذي جدا إضافة إلى قضية على الذي منع هؤلاء تعيش على الريع والمساد في حلبة نسبة حسابات المجدي والهمة. نحن أكدنا ولسنا ملزمين أن نؤكد، ليس لديهم استقلالية في التفكير ليفهموا أن الآلاف ويعطونا دروسا السلمية أنهم ليسوا لما باش يفهم. أعتقد أنه إخواننا يتضامنون مع من يقول أننا انفصاليين، فالمسمى عبد الإله بن كيران قيد حياته. حكومة قال بصريح أن سعد الدين العثماني طبعا عفوا قيم الحكم الذاتي في يعني في ذاك الوقت وطالب تعطيك البلاد بهذا الكلام اللي كيقول خصهم الناس ياخذوا حكم ذاتي. ثم من نصب مجرد جوقه من طرف ولا تنفي Shoot!
شو شوف داد ومونك التحدو والمخزن هو العدو. الاخوان الاخوات شي حاجه نصم الله يجازيكم بخير تحياتي. اخرى في الظلام والسم يديوسين مواقع الصامده بهذا الريف، مواقع الصامده بهذا الريف الغالي العظيم المقدس الحرة والخزي والعار لأبواق الدولة المخزنية. الخزي والعار الخزي والعار الخزي والعار للصحابة الصفراء. تكلم على الضمير والشرف إلى مدينة الحسيمة مدرسة النضال فيا إثمانها الخفيس طبعا بسلاح السلمية. أكمل قص السلمية ابدا ابناء الريف لا يخافون ولا يهب، ولكن ما غلق السلميه لان السلم يرف يرف انت تعجيبه سوبيتوس المخيا احمد فهمل البياتيق الملقان تحياتي ايا اسمع هذه المسيره بهذا السخم وهذا الكم الهائل من الأحرار والحرائر على أن البصري لا زال يتحكم وجهات الكاميرا.